ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة؟ بدعة، لا يجوز التلفظ للعبادة، لا الصلاة ولا الطواف ولا الصيام، لأن هذا بدعة ما ثبت، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن المعتبرين من أهل العلم أنهم يرون التلفظ بالنية. النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، النية محلها القلب، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفظ.